نروح للفقره الثالثه كده. فريق عز والمحمودي واحد، وفريق امير ودكتور عادل سعد صفر. وفي فقره خلصت عادي، هنكسب اللي جاي ان شاء الله. حتى الفقره الثالثه هي فقره معلومات. انا بقول لك ثلاث معلومات، اثنين منهم غلط وواحده صح، مطلوب منك تعرف الصح ومفيش حد هيسبقك. يعني انت استنى ثلاث معلومات، اثنين غلط وواحده صح، بالظبط المفروض تعرف مين فيهم الصح. كل فريق هيتسال ثلاث اسئله والفريق الثاني ملوش دعوه بيه، فمفيش حد هينافسك. فكر وجاوب في 30 ثانيه عادي. اوكي هنبدا بفريق عز والمحمودي. ثلاث معلومات، اول نسخه لكاس العالم دخل فيها 72 جول، ولا في 8 منتخبات بس كسبوا كاس العالم، ولا البرازيل خسرت اول نهائي لكاس العالم؟ خسرت اول نهائي كاس العالم. مين خدوا كاس العالم؟ برازيل، ايطاليا، المانيا، ارجنتين، فرنسا، اسبانيا، انجلترا، اوروغواي. اوروغواي هات واحده كمان. طب غلط 10 ثواني. مجر. ايوه 8، هي بتاعت 8 دي هي اللي صح. اجابه صح، باينه، هي باينه من الاول، واضحه. 72 جول هم كانوا 70 بالمناسبه. شفت اهو اهو، ما علشان انا عارف، ما علشان انا عارف. خش يا بيه. السؤال الثاني، هداف نسخه 54 سجل 10 اهداف، ولا ريفالدو لعب نهائي كاس العالم 3 مرات، ولا اعلى عدد اهداف في مباراه واحده كان 12 جول؟ اعلى غلط في نهائي كاس العالم، لا في مباراه، في اي مباراه اعلى عدد اهداف في مباراه في كاس العالم. دي مش 7 5 هي دي واسمه. اجابه صح. اسئله سهله سهله سهله، انا لو اعرف كده والله كنت جاوبت. كنت لعبت معاكم. خش بيه اخر حاجه. خش بيه. اول كاس عالم شارك فيه الاوروبيين واللاتينيين بس، ولا اول هداف لكاس العالم كان اوروجواياني، ولا اول كاس عالم اتلعب فيه 18 ماتش؟ هو كان بيقول لي بص لي كده ضيع، بص لي كده الاجابه الوحيده الصحيحه. طب عين الاولانيه هي اللي صح بتاعت ان اللي جابوها اوروجواياني، ولا الهدف هيطلع اوروجواياني؟ لا اوروجواياني. ارد انا والنبي لو معايا، لا مش اوروجواياني عشان خاطري. اوروجواياني ممكن اصلا، مش ده كان 30؟ اوروجواي كانت عندها ايه؟ طيب موجود. طيب ضيع اول واحده. انا مع الاولانيه. 10 ثواني. اول واحده اللي هي اول واحده اللي هي واحده من اول واحده والثانيه. اول اول اختيار اللي هي صح، مش هو اول كاس عالم شارك فيه اوروبيين ولاتينيين. صح. اقول انا جابه غلط. لا لا اول كاس عالم شارك فيه اربع فرق من اوروبا، سبعه من امريكا اللاتينيه، اثنين من امريكا الشماليه المكسيك والولايات المتحده الامريكيه. جيليولمو ستابيري الارجنتيني كان هو اول هداف بثمان اهداف. المعلومه الاخيره اللي انت قلتها اللي هي ايه؟ اول كاس عالم اتلعب فيه 18 ماتش. فهي دي، هي دي الصح. ايه دي صح؟ 18 ماتش في اول كاس عالم؟ شفتهم. طب وايه المشكله؟ نروح الناحيه الثانيه. اتفضل يلا بينا. في ثلاث معلومات، اول معلومه اكثر فريقين لعبوا النهائي ضد بعض هم الارجنتين والمانيا، ولا هولندا اكثر منتخب خسر نهائي كاس العالم، ولا فرنسا خسرت اول نهائي كاس عالم؟ الاولى اللي صح. صح. يس. راحت الخط. هيخلص في اللي جاي. ما فيش، واضح ان هم اصلا بيحضروا كمان حاجات قديمه كلها في جيبهم يعني. الثانيه، اكثر منتخب اتاهل لكاس العالم من غير ما يكسب البطوله هو المكسيك، ولا منتخب البوسنه اتاهل مرتين لكاس العالم، ولا منتخب الامارات لم يشارك في كاس العالم من قبل؟ المكسيك هي الوحيده اللي صح فيهم. معروفه. الامارات لعبت 90. تعال تعد انت. والبوسنه لعبت. ايوه مظبوط. المفروض ان احنا نتشارك صح؟ يعني السؤال الثالث ده امير يجاوب. بالظبط كده. انت لو ماتش جاي غششته يا بيه. انا قلت له هو مرمي نفسي يعني مثلا، ولا اعمل ايه يعني؟ خلاص عايزين نبقى نتشاور. طيب نتشاور واقول لك. طيب الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم 90 بتشيرت مخطط ابيض فازرق، ولا ايطاليا لعبت نهائي كاس العالم 82 بتشيرت ابيض، ولا فرنسا لعبت ضد المجر في كاس العالم 78 بتشيرت مخطط ابيض فاخضر؟ طيب هي الاجابه الاخيره، فرنسا لعبت بتشيرت ابيض مخطط بتاع نادي كيمبرلي في 78 وفازت على المجر في دور المجموعات، والاثنين وضعوا البطوله وتاهل من المجموعه ديت الارجنتين وايطاليا. وامير اللي قال المعلومه دي. يا دوك وحياه امي هديكوا نقطه زياده على النقطه لو عادها، لو قال الكلام ده تاني، لو قال الجمله مش لو عرفها، لو عادها دلوقتي. وحياه امي اهو. وفي فريق اسمه كيمبرلي. كيمبرلي 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 بس مش هيلعب كاس العالم، اتصاب بيقول لك.
والله العظيم السؤال ده مغرض وصعب. ايه رايكم بقى؟ قضيه بطلب منك حاجه، ما ياثروش عليك في الاسئله. في الاسئله انت فارق لك ايه بس؟ يا عم انت عمال اللي فر في على فكره ده انا زعلان على الاجابه والله العظيم الغلط بتاعت الارجنتين والله والله انت انا بس عشان وصلت فيك. كده تيم امير والفعال ساعه لثلاثه وعز والمحمودي اتنين في الفقره دي، كان النتيجه النهائيه كل فريق كسب فقره وفقره تعادل. يلا بينا. اوعى تيأس. انا ايه اللي خلاني اتجنن واكلمه امبارح في التليفون وهو يسالني يقول لي اجي ولا لا، فاقول له اه تعالى تبقى حلوه. يلا على الله.